معانا الدكتور شنودة شلبي، استشاري جراحة العظام من لندن. دكتور شنودة مساء الخير يا فندم. مساء الخير عليك. يا مرحبا يا فندم. ممكن أسأل حضرتك عن إيه آخر تطورات الكورونا عندكم؟ هو يعني أكيد سمعت إن هم حولوا تقريبا أغلبية البلد للتير فور، كانوا عاملين زي درجات يعني احتياطية، كانت أقصى حاجة ثلاثة، درجة ثالثة. ثالثة. فدلوقتي خلوها درجة رابعة. صراحة مزودين درجة رابعة. والأول بدوا في لندن وبعدين زودوا بقى، إن أنت عارف يعني بكرة الكريسماس، فمن بعد بكرة مناطق ثانية بقى كتيرة جدا بره لندن كلها هتبقى درجة رابعة. وده مؤشر ان الامور يعني خرجت عن السيطرة التقليدية، فلازم يكون في معايير غير تقليدية للتعامل معها، مش كده؟ بالظبط. وفعلا احنا دلوقتي يعني في الموجة الثانية، ما هو ده اللي كانوا متوقعين، يعني التكهنات اللي كان في الموجة الأولانية حصلت ودي الموجة الثانية، ومع النوع الجديد اللي طلع من الفيروس نتيجة الميوتيشن اللي حصلت، فطبعا بيقول لك ان الاصابه دي اسرع وبتصيب حتى الاطفال والكلام ده كله. وده مش بس في نوع طلع عندنا وفي نوع جاي من جنوب افريقيا. طب يا فندم، يعني احنا طبعا يعني حضرتك هتعذر جهلنا بالحاجات الطبيه دهيت، هو ايه اللي يخلي الفيروس يتحول؟ ليه ما يهداش كده ويسكت ويتلاقى على عينه وما يقعدش يتطور لحاجات تانية؟ يعني هو التطور ده بيحصل ليه؟ بيحصل نتيجة ايه؟ هو ده حاجة في تكوين الفيروس، يعني دي حاجة في تكوين الفيروس. طبعا أنا مش بتاع علم الفيروسات، أنا عشان بس طبعا برضو أنا نفسي اتكلمت مع ناس زمايلنا مصريين، يعني في دكتور اسمها عنان غازي استشارية فيرولوجي وماكروبيولوجي في 15 أكثر مستشفى كبيرة. وطبعا أنت عارف إن في يعني الفيروس ده، يعني حتى فيروس الإنفلونزا، ما أنت عارف كان في انفلونزا الخنازير، انفلونزا الطيور، انفلونزا، فالفيروس هو نفس الفيروس، كورونا فيروس بس عمال يتغير. دي حاجه طبيعيه في الفيروس. طب هل يا فندم التلقيح او اللي احنا بناخده او المفروض ان هو هيتوفر لينا هيتعامل مع هذه التغيرات والتحولات اللي بتحصل في الفيروس؟ هو كل الكلام اللي بيقولوه علماء الفيروسات ان اللي هو التلقيح او الفاكسين هيشتغل مع، لان التلقيح ضد البروتين اللي في الفيروس. يعني هو الفيروس مثلا، يعني عشان بالنسبه للناس العاديه ممكن مثلا يلبس بدله، ممكن يلبس جلابيه، ممكن، انما هو يعني ما غيرش. التلقيح الفاكسين ضد البروتين بتاع الفيروس، فبيقول لك مش هيحصل اي اختلاف، يعني مش هيأثر في التصعيد. نعم. هل ده انا من ناحيه، نعم. والنقطه بس اللي عايز اضيفها برضه بالنسبه للشعب وبالنسبه لاخواتنا في مصر كلهم، ان طبعا حتى هنا المصريين كتير اللي انا اعرفهم كل الناس متشككه، وفي يعني مصريين وحتى اجانب تاخد الفيروس ما ياخدش الفيروس، ففي ناس خايفه وناس متشككه. انا سالت دكتور عنان غازي، دكتور ثاني دكتور عدنان علي، ودكتور سالم باكستان، نعم، دكتور مصري كان اسمه عصام رزق الله برضه بتاع فيرولوجي، انتوا هتاخدوا الفيروس، هتاخدوا تلقيح اللقاح، لقاح؟ قالوا احنا الثلاثه ناس. فطبعا ده يعني، طب انا كنت هاخده كده وكده، بس طبعا ده يطمني ان ناس دكاتره ومصريين وتخصصهم وتخصصهم هياخدوا اللقاح. فالتخوف زيادة عن اللزوم ده غلط. وبعدين حتى الدكتور الباكستاني اداني مثلا، قال كان شلل مصر شلل الاطفال لما عملوه في محافظه معينه، الباكستان رفضت وادى لانتشار شلل الاطفال في المقاطعه دي، فكلهم رجعوا تاني وخدوا. فاحنا لازم يعني بنستنى احنا يعني نبقى سباقين ونبتدي ناخد ونطعم، بس ربنا يعني
لا انا المهم الحصول على على اللقاح نفسه فعلا الاول. اللقاح، لان احنا حتى عندنا هنا يعني دلوقتي احنا مستنيين دورنا، هم بيبتدوا بالناس يعني معرضين اكثر للاصابه، اللي هم كبار السن او اللي عندهم امراض معينه او كلام من هو احنا في مصر ما اعرفش حضرتك يعني متابع المسائل ولا لا، احنا اللي وصل لينا على الاقل اول موجه او اول فوج من اللقاح هو اللقاح الصيني. يعني ناس كتير، انا واحد من الناس يعني لو اتيح ليا هستخدمه يعني هاخده، انما ولا شك ان هو مختلف عن اللقاح المتوفر عند حضراتكم في انجلترا. هو حتى اللقاح اللي عندنا احنا، اللقاح اللي احنا متوفر الذين ناخده دلوقتي بدأوا يدوه، يعني انا حتى ما خدتوش لسه، اللي هو لقاح بتاع فايزر، شركه فايزر. انما في شركه ثانيه اسمها استرازينيكا اللي هي عامله اللقاح مع اوكسفورد اللي هي انجليزيه، لغايه دلوقتي ده ما طلعش لسه. فدلوقتي يعني زي ما بيقول يعني اللي جعان بياكل من قدامه. صحيح. مش هنستنى اللي موجود المتوفر نستخدمه. وفي اللقاح الروسي كمان اللي هو سبوتنيك 7 ده. وكل دي طبعا شركات عالميه وبتشتغل على اعلى مستوى، مش معقوله يعني الحاجات دي فيها هزار. تمام. كل الشكر لحضرتك دكتور شنودة شلبي، مستشار جراحة العظام في انجلترا.